طيب في تفاصيل اكتر، وانا حاولت بس كده دردش معاكم شويه في بعض الاخبار والمعلومات قبل مباراه الريال، لكن طبعا كل الاخبار الحصريه والكواليس الحصريه هتكون من خلال زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في المغرب مع بعثه فريق النادي الاهلي في الرباط. مساء الفل يا كريم. مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك، والناس كلها مستنيه تسمع منك، ما هو الجديد لديك؟ يعني بالتاكيد الحقيقه عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين، الوصول، فندق، الاقامه، كل الامور دي الحقيقه محمد. يعني كالعاده طبعا ترتيبات مميزه جدا، السفر كان طويل شويه بالنسبه للامس يعني 3 ساعات، لكن الحقيقه في خلال مسيرتنا في الطريق الترحاب الكبير اللي احنا شفناه كالعاده من اشقائنا المغاربه بيزود الدوافع الحقيقه عند لاعبي النادي الاهلي وعند الجهاز الفني. يعني كنا متوقفين في بريك في الطريق، شفنا الحقيقه الهتاف الجميل والتحيه الكبيره جدا جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. الجانب الامني كمان يا محمد بيقوم بدور كبير جدا جدا هنا في المغرب الحقيقه، يعني في كل خطوه معانا التعليمات بينسقوا امور عديده جدا، عشان كده زي ما بقول لك في كل مره نقول بنتمنى النجاح الحقيقه للمغرب في التنظيم وعلى ادائهم المميز جدا ده. ان شاء الله باذن الله كاس العالم يكون ناجح، شفنا الحقيقه الايام الماضيه مباريات مهمه جدا بتنظيم على اعلى مستوى، لكن ان شاء الله باذن الله الادوار القادمه يستمروا على تنظيمهم الاكثر من رائع. كالعاده بقى فندق الاقامه الامور طيبه جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي، يعني من خلال لحظات وصل الكابتن اسامه حسني في دعم كبير جدا يا محمد، طبعا انت عارف يعني هيتوافد بعض اعضاء مجلس الاداره في خلال الايام القادمه قبل موعد المباراه لان تكون مسانده كامله، مجلس الاداره ان شاء الله يكون بالكامل خلف فريق النادي الاهلي في مباراه ومواجهه مهمه جدا الاهلي وريال مدريد. ويمكن هنكرر هذه الجمله محمد، طبعا يعني الاحترام مهم جدا لكن لابد ان انت ما تخافش من ريال مدريد، ادي له كل الاحترام، توفيق ربنا ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي ومع مستر كولر اللي من عقب انتهاء المباراه محمد زي ما شفنا وشفنا الهارد ديسك الراجل اتفرج واتفرج اتفرج كمان على مباراه الامس، مباراه ريال مدريد وريال ميوركا، حاول ان هو طبعا بشكل كبير جدا يقف على نقاط القوه والضعف. لكن الاهم النهارده هو تدريب فريق النادي الاهلي، اتكلمنا على مستر كولر ان هو لابد مع الجانب الفني يكون في رفع ضغوطات بشكل كبير، والحقيقه محمد بان النهارده في التدريب هتشوف في خلال الهايلايتس اللي هيجي لك طبعا يا محمد وهتعرضوه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، هتلاقي فيه فن، هتلاقي فيه فرح، هتلاقي فيه سعاده، هتلاقي الراجل بيحاول ان هو يكلم اللعيبه النهارده، يمكن التقط صور تذكاريه عديده جدا مع لعيبه النادي الاهلي في خلال التدريبات، بعض ايضا كمان الفيديوهات ده يدل الحقيقه ان الراجل عايز يشيل كل الحرج الكبير جدا ويشيل كل الضغط الكبير جدا على لعيبه النادي الاهلي بجانب الخبرات الكبيره جدا اللي عندنا اللي عارفه اهميه هذه المباراه. اما بتقرا الصحف الاسبانيه واما بتشوف الاشاده الكبيره جدا بالنادي الاهلي بتحس بفخر كبير جدا جدا، فعشان كده قيمه النادي الاهلي الكبيره امام قيمه كبيره جدا زي ريال مدريد هتكون مباراه العالم كله هيتفرج عليها محمد. اكيد. طب كريم، من اللقطات اللي كانت بارزه جدا امبارح في رحله العوده من طنجه الى الرباط، فريق السيدات لنادي الوداد الرياضي المغربي استقبل اللاعبين والتقط معهم صور تذكاريه، يعني الاجواء والكواليس في هذه اللقطات عايزين نسمعها منك، لان احنا شفنا صوره بس لكن ما شفناش بقى الاحاديث الجانبيه وفرحه وسعاده فريق السيدات لنادي الوداد الرياضي وهم بيلتقطوا صور مع لاعبي النادي الاهلي. يعني يا محمد عارفين لاعبي النادي بالاسم الحقيقه، يعني كل لاعب بتلاقي كل واحد بيخش القفشه الكهرباء للشناوي، يعني بقول لك خلال مسيرتنا من طنجة الى الرباط يمكن كنا واقفين في بريك بالصدفه يا محمد الحقيقه وكان متواجدين فريق السيدات المغربي هنا طبعا، لكن مجرد شافوا حافله النادي الاهلي وشافوا لعيب النادي الاهلي يعني التحيه الكبيره جدا والالتقاط الصور التذكاريه، عشان كده بقول لك يعني قيمه النادي الاهلي كبيره والحب الحقيقه الكبير جدا من اشقائنا المغاربه، يعني الحقيقه مش هنعرف نقول ايه لان محمد في فندق الاقامه في التحركات في ملعب التدريب الكل بيتمنى لك التوفيق، مش معنى الوداد خرج الامور بالنسبه لهم انتهت، بالعكس ده بيقول لك احنا معاك لاخر لحظه وهتشوف عدد جماهيري يليق باسم النادي الاهلي، ده اللي احنا بنسمعه الحقيقه محمد من اشقائنا المغاربه. كانت صدفه سعيده جدا اسعدت الحقيقه الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي على العلاقه الطيبه المستمره والممتده الحقيقه من اشقائنا المغاربه، واملنا كبير كالعاده في ملعب مولاي عبد الله طبعا ان شاء الله باذن الله تكون عدد كالعاده طبعا فول كاباسيتي لجمهور المغرب وجمهور النادي الاهلي، ورب ان شاء الله التوفيق يكون معانا وكل الظروف تكون معانا يا محمد. عايز برضو اكد على نقطه مهمه جدا، غدا الحقيقه هيبدا برضو اليوم بتدريب صباحي لكن في امور عديده جدا، هيكون المؤتمر الصحفي غدا 1:15 بتوقيت القاهره، 12:15 هنا بتوقيت المغرب، يليها ان شاء الله باذن الله 4:15 بتوقيت المغرب هيكون الاجتماع الفني للوقوف بقى على كل الامور الخاصه التنظيميه، الامور المعتاده الحقيقه اللي احنا النادي الاهلي متعود عليها بشكل كبير، يوم مليء الحقيقه بكره بيه الاخبار والمعلومات، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون في صالح النادي الاهلي يا محمد. طيب معايا خبر يا كريم بيقول ان قفشه كان تعرض لنزله برد وكهرباء يمكن بيعاني من اجهاد، عايزك تطمنا عن الفريق، وانا عارف ان نزله البرد او نزلات البرد
ممكن تكون اكتر حاجه عامله قلق للجهاز الطبي والجهاز الفني نتيجه الاجواء البارده. احنا كمان بنعاني منها هنا في مصر خلال الساعات الاخيره. يعني الحقيقه تقلبات الجو طبعا يعني من زي ما قلنا من تطوان لطنجة للرباط في اختلاف كبير جدا في الجو، فكنا بنتمنى ان محدش الحقيقه يعني يصيب باي شيء، لكن يمكن الحقيقه ابدا معاك بالكهرباء. كهرباء بيشعر باجهاد بسيط الحقيقه، يعني مفيش امر يعوقه النهارده، يمكن خد بريك شويه من التدريب اتدرب فردي تحت اشراف طبعا اخصائي التاهيل ودكتور احمد ابو عبله، لكن اطمنا عليه محمد ان شاء الله يكون في كامل جاهزيته في تدريب الغد ومنها ان شاء الله يكون في قائمه فريق النادي الاهلي في مباراه ريال مدريد. قفشه الحقيقه ادى للتدريب، الكل بيشعر بامور بسيطه يا محمد، مش هنقدر نقول نزلة برد شديدة، لكن هي شعور بسيط، لكن زي ما بأكد لك يعني الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا جدا في هذا الطقس الحقيقة، بيحاول ان هو يحافظ على لعيبة النادي الأهلي ماشيين على بروتوكول خاص جدا، لعيبة ملتزمة بيه، لكن بطمنك قفشة إن شاء الله يكون جاهز بإذن الله في تدريب الغد، الكهرباء بمشيئة الله يكون جاهز، كل لعيبة اللي النادي الأهلي يكونوا جاهزين إن شاء الله في تدريب الغد اللي هيكون مهم جدا للعيبة اللي النادي الأهلي، هتبان وهتدينا رسالة مهمة جدا مدى القيمة ومدى التركيز الكبير اللي إحنا بنعمله وبنتمناه الحقيقة من فريق النادي الأهلي في مباراة هي الأصعب في تاريخ النادي الأهلي. كولر النهارده عمل محاضره يا كريم في الفندق قبل التدريب، وهيعمل محاضره بالليل، يعني بيعمل كام محاضره مثلا على مدار اليوم؟ بالتاكيد يا محمد صباحا الحقيقه كان 10 صباحا هنا بتوقيت المغرب، كان في محاضره سريعه قبل التوجه طبعا للمران لتنفيذ الجمل والتكتيك اللي هو الراجل بيحاول ان هو يطبقه بمشيئه الله في مباراه ريال مدريد. محاضره اللي بيكون طبعا عقب انتهاء العشاء بيكون بقى فيها التدريب النواقص ايه، كل طبعا الامور الخاصه بيه، النقاط القوه اللي يمكن بيحاول ان هو ياكد عليها، مش هتقدر تواجه ريال مدريد يعني بشكل كبير جدا، لكن هيحاول بشكل كبير ان هو يكثف مجهوداته، يلعب زون بشكل كبير جدا على فترات متلاحقه من المباراه، فالراجل بيحاول يحفظ بعض الجمل. انت عارف يا محمد طبعا يعني مش لو اتكلمنا على اي لعيب في ريال مدريد محتاج اثنين وثلاث لعيبه ياكدوا عليه، لكن زي ما بقول مفيش مستحيل في كره القدم، الكره بتدي المجتهد، لعيبتنا بتجتهد الحقيقه بشكل كبير جدا، توفيق ربنا كان معانا في المباراه الاولى والثانيه، بنامل من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يكون مع لعيبتنا في المباراه الثالثه. محاضره مستر كولر مستمر الحقيقه، سواء بشكل فردي مع ياسين المكاري، ايضا كمان مع لاعبي النادي الاهلي، بيحاول يا محمد كمان مستر كولر يعقد جلسات فرديه، النهارده شفناه مع طاهر محمد طاهر، من الواضح ان في ادوار مهمه جدا بيحاول مستر كولر ان هو ياكد عليها مع لاعبي النادي الاهلي، بنامل لعيبتنا تكون مستوعبه بشكل كبير جدا اهميه هذه المرحله، اهميه هذه المباراه، العالم كله وجمهور النادي الاهلي منتظر فرحه، فيا رب ان شاء الله تكون الفرحه باقدام لاعبينا 11 راجل في الملعب ان شاء الله يا محمد. لما جيتوا امبارح من طنجه للرباط قعدتوا كتير في اللوبي ولا طلعتوا على طول الغرف؟ حسب معلومات ان الكابتن سمير عدلي سبق البعثة قبلها بحوالي 6 ساعات، بحيث ان البعثة جت الرباط لقت كل حاجة يعني تمام، الغرف موجودة جاهزة، المفاتيح جاهزة، ما قعدتوش اعتقد اكتر من ربع ساعة او نص ساعة في الريسبشن. نقطة في غاية الأهمية يا محمد، لأن الترتيبات الإدارية أمر كبير ومهم جدا. أنا هبدأ معاك بقى من الكابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد مع الكابتن سمير عدلي اللي بيقوم بدور كبير جدا. يعني كابتن سمير يا محمد يعني اسمه عميد إداريين العالم، واحد الحقيقة قيمة كبيرة جدا، واحد من أهم الإداريين الموجودين، عارف شغله مظبوط جدا الحقيقة. كمان مش عايزين ننسى العميد علاء صلاح الحقيقة المنسق الأمني اللي بيقوم بدور تنسيقي على أعلى مستوى الحقيقة، الكل يا محمد بيجتهد بشكل كبير، لكن الأمر المهم جدا فور وصلنا الحقيقة، كل الأمور كانت متاحة، كل الكروت الخاصه اللي بغرف اللاعبين بمجلس الاداره، تناول وجبه العشاء سريعا ومنها للغرف، ما خدناش وقت كبير جدا لان انت عارف المجهود كان صعب والرحله كانت شاقه، فكان لابد يكون في ترتيب اداري على اعلى مستوى، دي مش غريبه الحقيقه على كابتن سمير عدلي وايضا كمان على كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره ان هو يكون متواجد قبل وصول فريق النادي الاهلي، امور تنظيميه واداريه على اعلى مستوى وامور فنيه محمد بنتمناها ايضا كمان تكون على اعلى مستوى، يتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. في الكواليس يا كريم اكيد كان في لقاء بينك وبين الكابتن محسن صالح، وفرصه انت معانا نسالك على الحاجات اللي ما بتظهرش على الكاميرا، لكن كابتن محسن صالح انطباعاته ايه عن البطوله؟ انطباعاته ايه على المستوى الفني؟ وجهه نظره ايه في مباراه الاهلي وريال مدريد؟ والكابتن محسن علامه كبيره من علامات الكره المصريه في التدريب، وعنده خبرات كبيره اكيد في مثل هذه المباريات والمحافل الدوليه. الكابتن محسن صالح حقيقه قيمه كبيره جدا، واحد يعني كلم فني بشكل مميز جدا، عنده رؤيه الحقيقه، هو بيقول طبعا زي اللي احنا بنقوله يا محمد، الاحترام مهم جدا، الخوف مش مطلوب، لابد ان احنا نكون بنلعب بقوه، لو يومنا في هذه المباراه الامور هتكون مختلفه بشكل كبير جدا. السكواد اللي معانا واللعيبه اللي معانا ده كلام طبعا الكابتن محسن
في الاحاديث طبعا اللي بتكون ثنائيه في المباريات على طول بنكون متواجدين مع بعض في الفي اي بي بنتفرج كلنا طبعا كالعاده. الراجل بيتكلم على اهميه هذه المباراه لكن كمان بيثق في لعيبه النادي الاهلي وبيثق ايضا كمان في مستر كولر. الراجل يمكن عاجبه بشده جدا مستر كولر على ادائه وترتيبه وسيناريوهات المباريات مباراه بمباراتها. الراجل ما بيخشاش المباريات الكبيره بيواجه اي حد بيقول ده للعيبه النادي الاهلي. فالحقيقه كابتن محسن قيمه كبيره جدا بجانب طبعا كابتن زكريا ناصف اللي يمكن قايمين بدور مهم جدا كالعاده مع لعيبه النادي الاهلي تحفيز ورسائل وعلى طول معاهم مع مجلس اداره النادي الاهلي. فبمشيئه الله يا محمد يعني كل المجهودات تكلل بالنجاح ويا رب ان شاء الله يكون يوم نصر على فريق النادي الاهلي وعلى كل جمهور النادي.